أبنائي وبناتي الطلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنناقش تدريبات المشهد الأول مدان قبل المحاكمة. يلا بينا نقرأ السؤال الأول. المتهم المحتال الماثل بينادي قاضينا صاحب كليلة ودمنة صوت في القاعة، حكم عليه الحاجب قبل القاضي، هل صار الحاجب في منزلة القاضي؟ ألف ما جمع الحاجب وما مرادف المحتال ومنزله. الحاجب ده معاه الحجاب والحجبة، ومرادف المحتال أي المخادع، ومنزلة معناها مكانة ومرتبة. ب من المتهم؟ كلنا طبعا عارفين المتهم اللي هو عبد الله بن المقفع، وما التهمة المنسوبة إليه؟ أنه خائن للسلطان وأنه محتال لأنه كتب كتابا أنطق فيه الطير والحيوان وأخرس فيه الإنسان. د لماذا غضب العامة من كلام الحاجب؟ لأنهم شعروا أن الحاجب صدر الحكم قبل المحاكمة، ولأنه ليس من حق الحاجب أن يحكم على أحد لأن هذا من عمل القاضي. السؤال الثاني. قاضي القضاة أفصح يا حامل المحبرة، كيف يخون السلطان من كتب كتابا؟ صاحب المحبرة مولاي الطالع في ظلمتنا كالنجمة، ومن منكم أدرى بحال هذه الأمة؟ هذا المتهم الماثل لا يكتب إلا بالرمز ولا يعني سوى الغمز أو اللمز. ألف هات مضاف مضاد أفصح ومرادف اللمز وجمع الرمز، أفصح عكسها أخفي أو أخفي ومرادف اللمز الإشارة بالأمر السيء وجمع الرمز الرموز. ب كيف حاول صاحب المحبرة استمالة القاضي؟ حاول صاحب المحبرة استمالة القاضي عن طريق مدحه والثناء عليه بأنه نجم مضيء في الظلام ولا يوجد أحد في هذه الأمة أدرى بحالها منه. جيم انتشر كتاب كليلة ودمنة بين الناس، دلل على ذلك وبين السبب. سبب انتشار هذا الكتاب أنه كتب بأسلوب سهل جميل حتى قرأه الخباز ورواه الإسكافي أي صانع الأحذية وفسره الحطاب الذي يبيع الحطب. ليه انتشر بقى؟ زي ما احنا قلنا لأنه كتب بأسلوب حلو وسهل وبسيط ومملوء بالقصص المسلية. هي بما أمر القاضي في نهاية المشهد؟ أمر القاضي بأن ترفع الجلسة على أن تعقد في الأسبوع القادم لسماع المتهم وشهوده. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.